طبعا اليوم اريد اشوف هذا ابو الوسخ شلون ينظف طيوره وشلون يذبل لنا اكل، تمام، وشلون يبدل الوساخه اللي جوا. جاي تشوف انت ابو الوسخ حبيبي، اتعلم النظافه، خليك نظيف، تمام. هسه نصور لكم بعد التنظيف، يعني اسوي لهم فول سيرفيس، دهن ومحرك وكل شيء يعني زين، وفلتر والبريكات مالتهم تشيكهم، كل شيء لازم تشيك، لازم تصير ميكانيك ما طيور. اوكي حبيبي، مو اي واحد يجي الطيور يقول اني مربي طيور. تحياتنا يابا للمبتدئين. شباب شوفوا لي منظر هذا، شوف عندي ذني المأكليات يعني العلافات 15، عندي ذني همين مأكليات هم علافات، وهم تقدر تخلي بيهم ماي، بس يعني مخلي بيهم الخضروات اليابسة بس بدون تمن. اوكي، والمشربيات طبعا هذا القياس، المشربيات مو الاكبر شيء ولا الاصغر شيء، هذا الوسط، اكو قياسين اكبر واكو قياس اصغر. بس انا ليش اخذت هذا؟ المود يوم اي يوم لا ابدل الماي، اوكي، حتى ما يطلع عندك بواسير دائما قاعد على طيزك، تمام. شوف شوف النظافة، وينك انت يا ابو الوسخ؟ شوف، والجرايد بس تشيل الجريدة وتخلي جريدة. وهسه انت الخايس راح اراوي لك شلون تنظف المكان. اول شيء تشيل الاقفاص تخليهم بالقاع بهذا الشكل زين، بعدين تدوس المحرك وعليها بنزين، بنزين دق، حتى لو تاكل غرامه من الشرطه عادي انا ادفعها، ولا يهمك، روح. اوكي حبي باوع، ماكو اسهل من عدها، بس انت واحد وسخ يا اخوي، من تنزل فيديوهات لازم يكون الشغل نظيف يا حبيبي. شوف حبيبي، هسه هاي بعد القذارة نظفنا، يعني شوف تسوي لي زوم جوا الاقفاص مالتك، ما اريد اشوف ضروق ما طيور يا ذرقة، تمام. هيجي لازم تنظف حتى تحز بنظافة. شوف يعني انا عندي المأكليات هاي مال فيجيتابلز يعني الخضروات، وهاي مال اكل، وهاي انا متأثر بلون الاخضر ما اعرف ليش، احب الرومانسية. ونرجع وياكم يابا نكمل ويا ابو الوساخة. باوع انت الوسخ، شوف شوف الترتيب، شرفك، شوف شوف الترتيب، شايفين شي ترتيب حياتك؟ اكيد لا ما شايف، بس يعني بنشوفك يمكن تتعلم شوية، يمكن تتعلم، يعني مو بس تكون متأثر بواحد عنده طيور تروح تجيب طيور وتريد تصير جناي. لا حبيبي لا، هاي كل الشغلة شغلة كل الصعبة مو لك يا حبيبي، عوفة لجماعتها، عوفة لجماعتها، روح شوف لك مهنة ثانية، رسام أو خطاط أو فتشي، يعني فتشي يعني أي واحد يقدر يسوي، تروح تقرأ تدرس تتعلم. بس هاي طيور ما يراد إلا تصير دكتور بيطري برأسي هسه، عرف شلون أبو الوساخة؟ راسك مربع كان وهسه من الوساخة صار مستطيل، واحتمالك يصير مثلث. حبيبي تحياتي لكم، لا تزعلون، دان الشاطح شباب، تحياتي.